أنا التي سترافقك دائما، أنا أكبر مساعديك أو أثقل أعباءك، أنا التي ستقودك نحو النجاح أو تجرك نحو الفشل، أنا في خدمتك دائما. نصف الأشياء التي أفعلها لك يمكنك أن تعيدها إلي مرة أخرى وسأقوم بها بسرعة وبالطريقة الصحيحة. يسهل عليك إدارتي إذا كنت فقط حازما معي. أرني بالضبط كيف ترغب في فعل الأشياء، وبعد دروس قليلة سأقوم بها تلقائيا. أنا في خدمة جميع العظماء، وللأسف في خدمة جميع الفاشلين أيضا. خذني، دربني، كن حازما معي وسأجلب العالم كله بين يديك. كن متساهلا معي وسوف أدمرك. من أنا؟ حقيقة أنا كنت بتكلم عن العادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد رجب الطوخ، استشاري نفسي ومدرب تنمية ذاتية. كنت بتكلم عن العادة، هي اللي بتعمل فينا ده كله. العادة إما تبنيك أو تدمرك، زي ما قال شين كوفي في كتاب العادات السبع للمراهقين. العادة إما تبنيك أو تدمرك. عاوزين النهاردة نعرف معنى العادة، مكونات العادة، إزاي نكتسب عادات جديدة أو نتخلص من عادات سيئة. وقبل ما ننتقل لفاصل قصير، بطلب من حضراتكم تعملوا إعجاب على الفيديو وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وتفعلوا جرس الإشعارات، ونشوفكم بعد فاصل قصير. ورجعنا مرة تانية بتكلم عن ازاي نتخلص من عادات سيئة وازاي نكتسب عادات جديدة. الفيديو مهم جدا جدا ان انت تتابعه للنهاية، هتستفيد منه جدا، لان كتير مننا ما بيعرفوش يتخلصوا من عادات ممكن تكون موجودة عندهم من زمان او من سنين، او بيحاول يتخلص ويكتسب عادات جديدة وبيمشي شوية شوية وبعد كده يرجع مرة تانية. هنعالج الامر ده كله بإذن الله النهاردة. عاوزين نعرف يعني عادة. العادة هو اي فعل بتقوم به بشكل متكرر، ممكن يكون يومي او شبه يومي، بيكون بدون وعي وبدون جهد. ممكن يكون الشيء ده فعل او قول، وممكن يكون تفكير شغال على طول. طيب ايه هي مكونات العادة؟ زي ما بقول تشارلز ديويك مؤلف كتاب قوة العادات، الكتاب اللي ألفه في سنة 2011، كتب ومن اكتر الكتب المعروفة في مجال العادات واكتساب العادات. بيقول تشارلز ديويك ان اي عادة بتتكون من حلقة مفرغة من ثلاث حاجات، حاجة اسمها الإشارة، حاجة اسمها الروتين، وحاجة اسمها المكافأة. يعني حضرتك قبل ما تقوم بأي عادة بيجي لعقلك إشارة ان انا هقوم بالعادة ديت، ثم بعد كده بتقوم بالروتين بتاعها، وبعد كده بتحصل على المكافأة. المكافأة اللي بترجعك وتذكرك مرة اخرى بمكان هذه العادة ووقت هذه العادة وازاي كنت بتمارس العادة ديت، فترجع من جديد تاخد الإشارة بتاعتك، تمارس الروتين، تاخد المكافأة بتاعت العادة. العقل الباطن ما بيفرقش ما بين العادات السيئة والعادات الغير سيئة والعادات الحسنة. فمن خلال التحكم في الروتين او السلوك اللي انت بتعمله ممكن ان انت تغير العادة كلها بإذن الله سبحانه وتعالى. بيقول كمان بوب بروكتور ان العقل الباطن بيكون موجود في مستوى اعلى من العقل الواعي، وهو اللي بيضبط يعني العادات الجديدة او العادات المكتسبة. ولو حضرتك مشيت حوالي 21 يوم او 30 يوم في عادة جديدة، بيبدأ العقل الباطن يقتنع ان هي دي العادة الصح، هي دي العادة الجديدة بتاعتك، ملوش علاقة العادة دي كويسة، سواء كانت صحيان بدري او ممارسة رياضة او تناول وجبات صحية، ولا ليه علاقة. العادة دي عادة سيئة زي التدخين او التفكير السلبي، ملوش علاقة. المهم ليه علاقة ان انت استمرت على العادة ديت وواظبت عليها وألزمت نفسك بيها. فبيبدأ العقل الباطن يقنع العقل الواعي ويعطيه الأوامر ان هو ينفذ على طول ويستمر على العادة الجديدة دي. فالإشارة بتجي لك، لو حضرتك مثلا عاوز تتناول الشوكولاتة بيجي لعقلك، فبتدخل مثلا تجيب من التلاجة او بتروح مطعم او بتروح محل تشتري شوكولاتة، فهو ده الروتين بتاعك، مروحك للمكان او محاولتك ان انت تنفذ السلوك ده. بعد كده بتيجي المكافأة لما بتتناول هذا الطعام المفضل، بيكون عندك نوع من السعادة او نوع من الراحة ان انت حققت الحاجة اللي انت عاوزها، فهي دي المكافأة. بعد كده المكافأة بتذكرك مرة تانية بمعاد ومكان وطريقة تناول هذه العادة. عاوز اعرفكم دلوقتي ازاي نكتسب عادات جديدة. في عدة طرق حقيقة من وجهة نظري هي الطرق الارجح، واللي جبتها لكم من مصادر متنوعة ومتعددة وعلمية وصحيحة. رقم واحد،
النصائح الذهبية. في مرة أحد أصدقائي كنا بنعمل معا في مؤسسة تعليمية خارج مصر، وبعدين بيقول لي أنا رئيسي في العمل أو المشرف بتاعي مش واخد باله أبدا من شغلي ومن مجهودي، مع أني ليا زمايل بيقوموا بمجهود أقل من كده واخد باله منهم وبيشكر فيهم ويثني عليهم ويعطيهم تقدير كويس في العمل. فسألته سؤال واحد، هل أنت بتسوق لنفسك؟ قال لي يعني ايه بسوق لنفسي؟ قلت له يعني ما بتعمل عمل كويس بتروح تقول له شوف العمل كويس ده انا عملته اهو، ولا ما بتروحش تقول له؟ لما بتعمل محاضرة كويسة او بتجهز حاجة جديدة او بتعمل فكرة او بتبتكر شيء بتروح تقول له؟ قال لي لا. قلت له كل واحد في عملنا ليه ثلاث جوانب، خصوصا شغل الشركات او المؤسسات، جانب اداري، جانب فني، جانب تسويق. الجانب الاداري يعني حقوقك وواجباتك تجاه هذا العمل، الجانب الفني اللي هو اعمالك وتخصصك وادق التفاصيل في عملك خاصة بيك انت، وده الشيء اللي تقدر تطور في نفسك. الجانب التسويقي اللي هو بيبرز الجانبين دول، يعني بروح اقول للناس اللي معايا في العمل اللي هم مش واخدين بالهم او مش شايفين شغلي كويس ان انا بعمل كذا وبعمل كذا وبعمل واحد اتنين تلاتة اربعة، وانا شخص مميز وبقدم وقدمت وعملت واقدر اعمل كل ده، بيرفع من اسهمك في هذه المؤسسة. فالصديق ده بصراحة خد النصيحة دي وعمل بيها وصارت لي عادة، فبدأ ان هو كل ما يعمل حاجة جديدة يسوق في نفسه فعلا ويسوق لنفسه، بدأ ان هو ترتفع اسهمه في المؤسسة. رقم اتنين، تثبيت وقت لممارسة العادة. ايا كانت العادة الجديدة الكويسة اللي عاوز تكتسبها، ممكن مثلا لو انت عاوز تصحى مبكرا وتكون من فريق الخامسة صباحا زي ما قلنا في محاضرة الثقة بالنفس قبل كده، فريق الخامسة صباحا، فمثبت وقت ان هو بعد صلاة الفجر بيصحى عشان يقرأ، بيكون الذهن صافي. تثبيت وقت لممارسة العادة شيء جميل جدا جدا، وبيخليك يعني دايما منتبه لهذه العادة الجيدة، مثلا عادة القراءة أو عادة الكتابة أو عادة التأليف أو عادة ممارسة الرياضة مبكرا. تثبيت وقت للعادة مثلا بعد العصر أو بعد الفجر، ثبت وقت. الأمر ده هيخليك دايما منتبه وصافي الذهن لممارسة هذه العادة باستمرار. تالت حاجة، لا تسير مثل الآخرين ولا تؤجل مثل الآخرين، لا تكن إما إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء وأساء، كن متفردا. رقم أربعة، بيقول توني روبنز عن العادات إن وضعك الجسماني أثناء ممارسة العادة مهم جدا، يعني لو حضرتك عاوز تقرأ بتكون الجلسة الصحيحة، معتدل الظهر، منتبه، يقظ، مش عندك خمول او كسل. لو عندك خمول او كسل ممكن تقوم تغسل وشك وتنتبه اكتر. الوضع الجسماني مهم جدا عشان تنفذ العادة بشكل كويس. رقم خمسة، الانضباط الذاتي، عود نفسك على الانضباط، لان العادات السيئة ما هي الا شيء بيجرك للخلف زي ما قلنا في المقدمة، او بيجرك نحو الفشل، الانضباط الذاتي. رقم ستة، التكرار، ريبيتيشن، تكرار يصنع الوعي. اوعى تعمل عادة يوم واثنين وثلاثة واسبوع وتزهق وتقول انا عملت وما قدرتش او كلام من ده، لا، كرر 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 لعند ما العقل الباطن يقتنع ان حضرتك بدأت تشتغل على عادة جديدة، وبإذن الله سبحانه وتعالى تثبت ويكون اصرارك والتزامك بيزيد يوم بعد يوم بعد يوم. فالتكرار مهم جدا لصنع العادات. في واحد ممكن يقول لي انا بزهق بعد فترة وبيجي لي احباط. على فكرة الاحباط جزء من النجاح وجزء من الحصول او الوصول للهدف. اثناء وصولك لهدفك بتمر بمحطات فشل ومحطات احباط ومحطات يأس ومحطات زهق ومحطات يعني ما اقولكش يعني نوم ممكن يعني. في عز احباطك كمل واستمر اقوى مما كنت، ما توقفش، الزم نفسك وكمل. الزم نفسك اكتر الاشياء اهمية. بيقول توني روبنز احد مدربين التنمية الذاتية وعلم النفس ان الشيء الوحيد اللي ممكن يغير من حياتك هو ان انت ترفع معاييرك او ترفع سقف طموحك. يعني مثلا لو حضرتك عاوز تقلل وزنك بتبدأ بس تقول انا عاوز يبقى وزني مثلا 60 كيلو او 65 كيلو، وتلزم نفسك بالامر ده كل يوم، بتقوم بخطوات صغيرة، وجبات غذائية منتظمة، خطوات صغيرة، خطوات بسيطة، شوية في شوية بتبدأ ان انت خلاص تتمسك بالامر ده. بعد كده بتبدأ ان هو يصير عادة من عاداتك. لو حضرتك بتمارس رياضة معينة، خطوات بسيطة، يعني اي عادة من العادات ارفع معاييرك هتوصل اللي انت عاوزه بإذن الله سبحانه وتعالى. هختم مع حضراتكم بسؤالين كان بيسألهم جيم رون، وده أستاذ توني روبنز. جيم رون كان دايما وهو في سن الشباب بيقول او بيسأل نفسه سؤالين، ما الذي يحركك؟ الحاجة اللي بتحركني
الحاجة اللي بتخليني اقدر اعمل واقدر اغير واقدر ابدل واقدر اشوف واقدر امشي عشان اغير عاداتي القديمة؟ الشيء اللي بيحركك يعني، هل هو شخص في حياتك بتحبه؟ هل هو نوع من الالم في الماضي كان عندك؟ هل هو اولادك؟ الشيء اللي بيحركك لازم تسأل نفسك السؤال ده وتجيب عدة اسباب. الشيء الثاني، ما الذي يفقدك الحماس؟ جيم رون كان بيقول بسأل نفس السؤالين دول، ما الذي يحركك، ما الذي يفقدك الحماس؟ وجدت عدة إجابات. هذه الإجابات وهذه الأسباب غيرت حياتي، فبدأت أصنع قائمة من الأشياء اللي بتحمسني، اللي بيحمسني واللي بيحركني واللي بيفقدني الحماس. ومن هنا حياتي اتغيرت، وبدأت أشوف يعني الدنيا بعدسة مختلفة، عدسة جميلة، عدسة واضحة. الخلاصة في اللي أنا بقوله أو خلاصة الموضوع، إن العادة كل حاجة بتقوم بيها من أول ما تصحى الصبح لعند ما تنام، كل دي عادات. وبيقول العلماء إن 40% من أفعالنا هي عادات، يعني حاجات بنعملها تلقائيا كده من غير تفكير ومن غير جهد. فلازم إن بعض هذه العادات نتحكم فيها ونسيطر عليها أكتر، علشان تتحسن نوعية حياتنا شوية، علشان تتحسن نوعية مكاسبنا ونتائجنا تتحسن وتكون أفضل وأفضل وأفضل، وبالتالي عم الخير على المجتمع بأكمله. اكتساب عادات جديدة، نصائح عن طريق النصائح الذهبية، اسمع للنصائح ما تقفلش ودنك، ممكن النصيحة دي تكون مفيدة، اسأل غيرك. ثبت وقت، ثبت وقت الممارسة العادة، لا تسير مثل الآخرين ولا تؤجل مثلهم. الوضع الجسماني يكون مناسب، عود نفسك على الانضباط الذاتي، تكرر ممارسة العادة، الزم نفسك باستمرار، خليك انسان منضبط. الاستقامة هذا الصديق الوفي الذي لن يعرضك للوم ولا للمساومة، وسيكون بجانبك دائما بإذن الله. خليك مستقيم في حياتك، في عبادتك، تصرفاتك، ده من الأشياء الضرورية اللي بتوصلك لهدفك بإذن الله سبحانه وتعالى. لو كنت لسه مش حطيت اعجاب، حط اعجاب دلوقتي واشترك في القناة وشارك الفيديو لأصحابك وأصدقائك وأحبابك وللناس، لعله يكون صدقة جارية بإذن الله ونشر للفائدة. كان معكم محمد رجب الطوخي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.